الله وعد بمجيء المسيح، بسموه الوعد المسيحاني أو المسياني، إنه في يوم من الأيام رح يجي المخلص، وهذا المخلص بالتحديد أنه سيأتي من نسل المرأة. وابتدأت النبوات تتكاثر وتعدد بالكتاب المقدس ماشي بالتسلسل. فالله بيصل لعند سفر التكوين بيتكلم عن إبراهيم، بيتحول الفوكس على عيلة إبراهيم إسحاق ويعقوب، ومن هذه العائلة مكتوب بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. والعهد الجديد بيشرح أنه بنسلك وليس بالأنسال بصيغة الجميع، أي بالمسيح يسوع تتبارك جميع قبائل الأرض. وبعدين بتشوف من خلال الأسفار التاريخية والأسفار النبوية والأسفار الشعرية تتعدد فيها النبوات العديدة عن دخول الأمم. بتشوف في نبوات إشعياء 24، إشعياء 42 آية 6، إشعياء 49 آية 6، بتشوف إشعياء إصحاح 11، وبتشوف يعني إصحاحات بأكملها في سفر المزامير عن الحمد والتسبيح الأمم في دخولهم إلى شعب الله. وهكذا بتشوف حتى إرادة الله في العهد القديم إنه كتير ملوك وثنية، منهم نبوخذ نصر، منهم كورش، إنه الله فعلا بيستخدمهم، استخدم دانيال حزقيال، واستخدم يهود اللي كانوا مؤمنين بالله إن يكونوا سبب بركة لهؤلاء. ومنشوف إنه حتى نينوى بلد كاملة، بلد وثنية، الله بيخلصها.